فاطمه، حتى انت ولدك كتقولي باللي دخل غير تجرب في هذه القضيه، عاودي لي بعدا الولد كيفاش هو، حياتكم، ظروفكم الاجتماعيه والنفسيه مع هذا الولد. الظروف الاجتماعيه مزيانه الحمد لله، ولدي عايش احسن عيشه. انت كاين راجل الباه كاين؟ مطلقه من باه، مطلقه مع مولاي الدار مع الوالد ديالي. هو اصلا ولدي من الصغر ديالو انا كنشري ليه الماطر. هي هذيك الولد عندي كيخدم نجار، كيجلس غير نهار الحد كيلعب الكره، ما تيكمي ما تيسكر ما فيه تساب لي، انا راضي عليه. وشحال يعني في عمر هذا الولد اللي نجار؟ 17 عام. 17 عام؟ اه. ما قراش اذا؟ لا قرا، قرا خرج من القسم الثاني، دار لاكسيدون، عنده خمسه المواد ابسو ديال النظر، تضرب في الراس ديالو. ايه؟ ماشي زعما هو باغي يقرا، ولكن ما دار ذاك الاكسيدون مسكين ما جلس. قرا في النزل اللي في القسم الثاني وخرج، ما ساعدوش الحظ. انت وجهتي للحرفه ديال طنجره، بعدا يدير شي حرفه في يدي. دخل حتى دار 17 عام حتى ولا عاد دخل للحرفه ديال طنجره، ما بغاتش هذاك الطفوله ديالته، بغات يدوزها مزيان، عاد عام ندخلو يتعلم السلاح ملي غيولي يعرف ولي هذا غادي يدخل ايه. دخل طنجره هي هذيك، دري خدام عادي كيجي كيدوش، يمشي لاصال، يمشي للسيبير، يلعب بالكره، سبورتيف. حتى واحد النهار جاو البوليس للدار، مي داو لي الولد تما كاين سدو عليه، وركب واحد البوليس على الموطور ديال ولدي بالوراق ديالو. ايه ودا تما كاين سدو عليه هو الموطور. ويه واخا هو مشبوه فيه، شنو هي التهمه؟ شنو غيديروا معاه؟ حقا ما حقا واحد الولد جارك قال لهم راه معايا. قال لهم شكون هذا الولد؟ قال لي جيب لي هذا الولد ما تعرفوش. ما داروا لي مواجهه ما والو، غير واحد الدري راه قال لهم معايا، صافي راك معاه. وقيدوا لي اقوال ديالو، داروا لي انكار وقدموا صيفطوا للمحكمه. لا دابا الانسان غير يقول هذاك السيد راه معايا غيديه. ما يمكنش هذا، ما يمكنش، ما عندهم لا دليل، ما عندهم والو. ولكن ذاك الانسان محرش عليه، ولكن الانسان مكري عليه. ولكن انت علاش هذا السيد، انت ولدك بالضبط اللي غيقول لي هذاك السيد راه كان معايا؟ مع الدراري ولاد الحومه ديالو، ما كنسكنوش عادي منهم في الكاريان، حنا كنسكنوا في الواد حتى الكوميساريه. كيما خلاوا الكوميساري ديال الواد، قال لكم هذاك الدري شفار، كون حنا الاولين ديناه. ايه ما غنستناوش حنايا، قال لك البوليس ديال الحي السلام غيجيو يديو، وحنا الاولين ديناه. وكاين شي شهود على هذا الولد؟ واش كان معاهم؟ كاين شهود، كاين الناس، كاين ام ديال الناس، الحومه ديالي، جيراني. لا زعما انا كنقصد واش كانوا شي شهود مثلا اللي شافوا باللي هذا السيد راه سارق ولا داير شي حاجه؟ لا ما كاين حتى شي شاهد على ولدي، الناس باغا توقف معايا، الناس باغا تشد ليا بان هذا الولد مشد على الباطل، طيعوني في ولدي. ولدي ما دايرش. شنو كان المصير؟ شنو داروا معاه؟ المصير ديالو مشى للحبس، ما داير والو، عنده 17 عام. الاصلاحيه حيت باقي صغير. باقي صغير. فينا اصلاحيه مشى؟ دير حي السلام. اها. وسط المؤسسه ما عرف شنو عطاه، كلا تشرق من كرتو من هنا لهنا، قطعوا لي طرف ديال المصرى الكبير. شرقوا لي شحال دوزت تما باش يوقع هذا الشيء؟ 10 شهور. 10 شهور باش يوقع هذا المشكل ديال. بلا باقي دابا 10 شهور باقي بلا حكم لا والو، علاش انا ولدي شادينه؟ اش من دليل عندهم؟ يقول لي الدليل. يلا شنو داير؟ كتمشي تشوفي ولدك في الاصلاحيه؟ كنشوفو ثلاث جمعة. اي اش كيعاود لك؟ النفسيه ديالته مرضات، ولدي اللي كنت نعرف ماشي ولدي ديال دابا، تعصب بقاش كيحمل الناس. والنفسيه ديالته ولات. لا حيت زعما المفروض هنا دخل الاصلاحيه تيدخلوا باش يتصلحوا باش يتربى. لا والو تا ولدي يعاودوا لنا عليه. لا ولدي حيت انا غادي على الباطن شي. انا ولدي مازال هادو تيقول ولدهم تبلا ودار دار، انا ولدي ما نبليش، انا ولدي راضي عليه، انا ولدي ما محني ما معذبني ما عندي شي، ما عنديش ولدي، انا عارفه ولدي شنو كيسوى. ماشي حيه. واخا فاطمه مازال نكملوا نشوفوا شنو درتوا في الاخر مع القصه ديال هذا الولد. شكرا لك. كنكمل معك فاطمه، اذا الدري شحال تحكم عليه؟ قلتي باقي ما باقي محكومش، دوز 10 شهور. 10 شهور باقي بلا حكم. ما تتشوفيش؟ انا كنشوفه ثلاثه الجمعه. ثلاثه الجمعه. عاودي لي على شنو تيقول لك، اش كيعاود لك تما؟ واش كاينه شي تربيه؟ دابا بغض النظر على المشكل اللي وقع، دخل باطل ولا دخل هذا، الظروف اللي كيعيش فيها دابا تما اش كيعاود لك؟ هو حاليا في المصحه. لا قبل ما يمشي للمصحه. باقي في المصحه تما كاينه، حيت ولدي انا. ولكن شحال دوز مثلا تما في ديك الاصلاحيه؟ قبل ما يوقع لي هذا المشكل. باقي 10 شهور. على هو غير دخل وقع لي هذا الشيء؟ باقي 10 شهور، باقي ولدي بلا حكم. ودابا في المصحه ناس. القدم اللي صار يدير رجلو تحيد ليه. والسبب شنو؟ السبب ما عرف شنو اللي عطاوه كلال داخل، قال لك حقه محقه. في المؤسسه. داخل المؤسسه قال لك حقه محقه، مصران الزايده. هما ما عرف شنو كارطو. مصران الزايده راه باينه. مصران الزايده باينه، ولكن ما غاديش يديروا لي عمليه من حتى لهنا، ويشرقوا له كرشو كامله. درت العمليه لولدك انت ما كنتيش؟ لا جيت. حضرتي؟ سيمانه وكيتعذب، عاد خرجوا للسبيطار. سيمانه ولدي مكرفس.
كون زاد ليله وحده كون مات. ايه تشرقت لي كرشو من هنا سلينا، راه عندي تصاور شو معايا، قطعوا لي طرف ديال المصرال الكبير من شرق، من هنا من هنا اربعه تقبات هنا دي تسدوا له. شناهي اربعه تقبات كانوا دايرين هنا في عنقه. اها كان كله شي واس سيلواد كله معلق في العين، عاش 13 يوم في انعاش، شهرين 20 يوم ديال الناس. طبيب غادي يدير واحد التقرير ديالو، طبيب قال لك حكا مصرانه زيد الطرطقات حكا وخمجت لي الدات ديالو وهادي، ولكن اخ بزاف على المصرانه الزايده. ما دخلتش ماشي المصرانه الزايده هادي، ماشي مصرانة الزايدة. مصرانة الزايدة راه غادي الانسان غادي تشد لي العملية من هنا هادي، ماشي هما غايقول لك داك الشيء وصل لي سرية وولدك صافي سيني ما يموت ما يعيش. واش كيعاود لك ولدك؟ اش عاود لي النفسية ديالته مرضت، ما بقاش كيحمل الناس. الزيارة كنزور الشم بحال هكا كنزور مع الناس، تيقول لي نكحزوا ليها ونجلسوا. تيقول لي أنا نبقى هنا، أنا علاش جاي لهنا؟ أنا ما داير والو جاي للحبس. علاش أنا في الحبس؟ علاش أنا هنايا؟ علاش أنا المشدودة ظلم؟ وبها الصراحه ولدي جدا يعني بزاف الاسئله انت ما عندكش جواب لهم. وفي الواقع علاش شادين هذا الولد على الباطل؟ راه هذا راه ماشي حق. يعني تتوقعي انه هذا الولد نهار غيخرج غيخرج واحد اخر؟ انت قبيله كنتي راضيه عليه تقولي والدري ولدي تعقد مزيان، ما خايف على ولدي يخرج يولي انسان اخر واحد اخر. خرجوا على حياته دمروه، وانا ما نسمحش لهم لا دنيا لا اخره. الانسان انا شديته عندي هذا البسطام ولا هذا الساك، انا شفره ودايره نجي نقول هذه السيده معايا، راه ما يمكنش. وهاد السيده ما دايره والو، محرشني عليها ولا عندي معها عداوه. نقول ما السيده راه معايا شي حسيفه هادي، شي عداوه مع شي حد. شي حد محرش على ولدي ما تيعرفوش. هاد الولد هذا اللي جرى هاد ولدي هذا جرى ولاد الدراري الاخرين ولاد الحومه ديالو. كنسكن هو بعيد منا في الكاريان كما قلت لك قبيله، وانا كنسكن في الواد حدا الكوميساريه. ما عندنا حتى علاقه به. واخا فاطمه تنشكرك بزاف، ونتمنى ان شاء الله المسؤولين اللي تيسمعوا هذا الميساج ديالك اللي صيفطتي دابا يعاودوا النظر في هذا الشيء اللي قلتي.